لا انت اصل لسه خايف؟ ها لا اقول لك خايف من ايه اهو بصراحه؟ اهو. من تصريحات مستشار مرتضى منصور امبارح. اللي هي مستشار مرتضى منصور عارف قال ايه امبارح؟ علي قال ان احنا بنجهز احتفالات الفوز بالدوري، وان اهو. هيكون موجود في الاحتفالات في ملعب عبد اللطيف ابو رجيله هاني شاكر ويا محمد منير يا عمرو دياب. وانا طبعا بشيد بكل الكلام اللي بيعمله مستشار مرتضى منصور الفتره الاخيره، لكن ده كلام توقيته مش مظبوط. وده نادي الزمالك سر قوته الفتره اللي فاتت ان هو مركز في الكوره، وان هو ما بياخدش حاجه فور جرانتد. يعني ايه؟ يعني مش ضامن مش حاجه، ضامن حاجة. مش ضامن حاجه. الزمالك قوته في الفتره الاخيره بس أعتقد انه خلاص عمل زي الاهلي في السنين الاخيره، انه فاز ببطوله كاس مصر تاني يوم بيتحضر للدوري، صح. فاز ببطوله كاس مصر شيكابالا بعد الماتش بيقول الدوري يا زمالك، صح. هو دي قوه الزمالك دلوقتي. اخشى على لاعبي الزمالك وعلى فريق الزمالك التاثر بالتصريحات دي. انا عشان كده انا كراجل زمالكاوي بصراحه القلق يعني بص موجود ان هي قريبه ميدو، يعني هو محتاج اربع نقط ميدو، معلش يعني هو محتاج اربع نقط دلوقتي، ست نقط، اربعه يعني، اربعه وتعادل لا يعني. نعم يعني دلوقتي فرق بين النادي الاهلي كام؟ 10 10 نقط. لو عشر نقط الزمالك ما بينافسش غير نفسه. ايوه انا بتكلم الفرق كام دلوقتي يا ميدو؟ 10 نقط بينه وبين الاهلي، وسبعه بينه وبين بيراميدز. ايوه محتاج ست نقط عشان يضمن الدوري من الاربع ماتشات. ايوه بالظبط. لو البيراميدز والاهلي كسبوا هذه الماتشات بالظبط، فاعتقد ان انت اربع مباريات محتاج منهم تتعادل ماتش او تكسب ماتش، فاعتقد ان انت يعني بنسبه 99% الدوري في الزمالك، خصوصا كمان زي انت قلت يا دودار النهارده ان نادي الزمالك عنده حاجه ان هو بيكسب وهو مش كويس. صحيح. هو مش وحش، كان في مباراه قبل كده بيخسرها وبيضيع منها نقط بيبقى فيها وحش، لا دلوقتي الزمالك عنده نسبه حظ فريق البطل يا ميدو، لازم دايما في توفيق. لما بتنافس على المكسب بيجيب مكسب. ايوه بالظبط، ثقه المكسب كمان بيديك توفيق بالظبط تمام. فاعتقد ان هي لا، نادي الزمالك مركز في الدوري. فيرير اعتقد وجوده مع نادي الزمالك قافل عليهم، قافل عليهم والتخوف اللي انت خايف منه ده يا ميدو، اعتقد فيريرا محذر منه اللعيبه بشكل كبير جدا، لان هم خلاص يعني زي ما قلت عندهم مباراه صعبه جدا، مباراه فاركو على فكره مش هتكون سهله خالص عند الزمالك. لا ماتش فاركو ماتش صعب، واعتقد ان ايستر كومباني صعب، يعني ناس بتحارب على حياتها ايستر كومباني بالظبط. اعتقد ان نادي الزمالك هيضيع نقطتين من فاركو او ثلاث نقط، يعني اعتقد يعني مش هيقدر يكسب فاركو. انت قلت لي كده على فيوتشر وقلت لي كده على عندك حق، كل ماتش عندك حق وبيكسب عندك حق. ايوه عندك حق. يعني انا توقعت بالظبط يا ميدو، يعني انت يعني توقعت ان نادي الزمالك اتعثر سواء في سموحه او في فيوتشر او في بيراميدز وكسب ثلاث مباريات. طب تعالوا